لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. مسلسل اجتماعي بيسرد يوميات الحارة بأنماطها بأشكالها المختلفة بناسها اللي عايشين فيها. طيب في مسلسلات كتيرة جدا ظهرت الشعبي والحارة شكلها ايه؟ ايه المختلف في مسلسلك؟ يعني انت كنت هتقدم ايه في المسلسل مختلف او عايز تقدمه لجمهورك؟ انه في الكويس في الوحش، انا مش حاطط السبوت على الوحش ومش حاطط سبوت على الكويس، لا هو في الوحش وهو عموما البني ادم جوه الطيب والشرير فالاثنين. كان في ان هو شبه ملوك الجدعنه، لوكيشن شويه شبهه. هو نفس اللوكيشن بتاع ملوك الجدعنه بس هو ما طلعش ملوك الجدعنه فالحمد لله. يعني احنا ليه اخترنا نفس اللوكيشن او بنفس يعني ظروف انتاجيه ما، وهو كان قريب للمكان الموجود في السكريبت اللي احنا كنا شغالين عليه فطلع بالشكل اللي شفتوه. اعتقدش انه طلع شبه ملوك الجدعنه الحمد لله. حضرتك قلت ظروف انتاجيه، هل يا ترى بسبب الظروف الانتاجيه دي برضو احنا صورنا في لبنان؟ هي مش ظروف انتاجيه وحشه، يعني هي ظروف انتاجيه كويسه. يعني مش ظروف انتاجيه وحشه، ظروف انتاجيه كويسه، وصورنا في لبنان لانه يعني في حاره هي موجوده، تعالوا نصور فيها ونعمل فيها عمل كويس ويبقى مختلف تماما، ده تحدي برضو كويس يعني لينا. رجوع حوريه فرغلي بعد الوعكه اللي حصلت لها، وشايف ان هي بقت على منصه او مش ده ظلم ليها هي فنيا؟ انت ايه رايك؟ خالص لا مش على المنصه، هو اتذاع على المنصه واتذاع على ام بي سي، مفيش اي ظلم فيها خالص بالعكس. لا 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 خالص بالعكس، فين خالص، وهو المسلسل خلينا نتفق هو مش بطوله فرد، هو بطوله مجموعه، فهي ضمن مجموعه من النجوم وهي نجمه، يعني كلهم نجوم مع بعض. هي ما اتغيرتش خالص كممثلة، هي ما زالت ممثلة شاطرة وعندها جديد جدا تقدر كتير جدا تقدر تقدمه. هي ازاي اوظفها؟ هي بصراحة مجتهدة جدا وشاطرة جدا وبتقدر تذاكر كويس، وقعدنا اشتغلنا مع بعض وذاكرنا كذا مرة عشان تقدر زي ما بيقولوا كده يعني ايه تتمرن كويس تقدر تخش تلعب تجيب اجوان، فالحمد لله ربنا كرم يعني. بس مغامرة ان شيري عادل تبقى فتاة شعبية، احنا واخدينها ان هي لا استغلال، خلينا بس نتفق ان هي مش مغامرة، هي ممثلة شاطرة جدا، ممثلة جامدة جدا، فتقدر تعمل أي حاجة. يعني هو الممثل الشاطر يقدر يعمل اي حاجه، بس الفكره فكره ان هو يصدق اللي بيعمله، فصدق فخلاص هيعمل كل حاجه كويسه. اختيارك للابطال كان عباره عن ايه او انت خدته ازاي؟ شبه الدور، وفي حاجات ما تبقاش شبه الدور، في حاجات انت بتبقى عايز تغير حد، تقول ان هو ده ممثل شاطر انا عارف ان هو يقدر يعمل اي حاجه، فربنا سبحانه وتعالى بيوفق الحمد لله. يعني في حد من الابطال كنت انت حاطط شخص محدد ولا غيرته في اخر حاجه في العمل؟ لا ايه اللي حضرتك عايز تقدمه تاني اصلا للساحه؟ يعني اكيد انت مخرج عايز تقدم افكار جديده. اكيد طبعا عايز اقدم افكار جديده، بس في حاجات عايز اقدمها، بس هو الفكره فكره انه كل حاجه وقتها، وانه الموضوع يبقى مكتوب كويس عشان تقدر تقدمه بشكل كويس، بس فبتشتغل واحده واحده على اللي تحت ايدك عشان تقدر تطلعه.